خلينا نروح لواحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي وافضل من لعب في الجبهه اليسرى الباك ليفت في مصر وفي اوروبا كمان عشان نديله حقه طبعا، كابتن محمد عماره. كابتن محمد عماره مساء الخير عليك يا كابتن. ماشي يا روح. تضحك ليه انت؟ الله انت كان عيب جامد يا كابتن. الله حبيبي يا روح. ربنا يخليك يا كابتن. عامل ايه؟ طمنا عليك. والله الحمد لله مفتقدك. بس مع كلنا احنا كابتن عماره يعني المنفس الوحيد لينا ان احنا بنيجي نلعب كوره مع بعض واحنا قعدنا في البيت. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني ازمه وهتعدي ونتجمع تاني كلنا على خير ان شاء الله. قعدتك في البيت عامله ازاي؟ بتاكل بس؟ في غير الاكل يا روح. خطر كده احنا عايزينك تخس ترجع زي زمان. لا ان شاء الله اللي جاي احسن وان شاء الله هيبقى في خير قريب ان شاء الله. عايز اخدك كابتن عماره واحداث اللي فاتت ارتباطك بالنادي الاهلي ورؤيتك للنادي الاهلي وحبك اكيد ليه وان انت عايز تشوف الفريق في افضل حالاته. بعض اللاعبين تم التجديد ليهم وتمديد عقدهم وبعض الاخر اخذ قراره بالخروج ده خارج النادي الاهلي زي شريف اكرامي والبعض ما زال معلق زي احمد فتحي. عايز برضو وجهه نظر حضرتك في فكره حسام عاشور وقرار النادي الاهلي مع حسام عاشور. بص هو طبعا يعني بنبارك لوليد سليمان على ان هو هيستمر عقده سنتين كمان مع النادي الاهلي. هو يعني اول الرباعي اللي جدد. شريف اكرامي اعتقد يا كابتن فاروق ان موقفه واضح من بقاله فتره يعني ان هو عايز يلعب يعني عايز يكمل. فطبعا هو اختار ان هو يكمل ويلعب في مكان تاني غير النادي الاهلي وده حق اصيل ليه يعني. احمد فتحي طبعا اعتقد ان هو في اجازه بس هو احمد فتحي معلوماتي ان هو مش عايز يقعد الا ما يكون كل النقط على الحروف يا كابتن فاروق. هي النقط دايما يعني للعيب ايه يا كابتن عماره؟ يعني هل الجزء المادي هو الاهم بمعنى ولا لمده العقد ولا تقييمه بشكل مميز؟ طبعا الراحه النفسيه طبعا اكيد هي الاهم. ما هو خلينا نتفق ان لو فايلر مش محتاج احمد فتحي زي ما عمل كده مع عاشور ما خلاص كان احمد فتحي من بدري قوي راح وشاف اتجاهاته وعرف هياخد قرار. انما هو معلوماتي ان احمد فتحي شاري النادي الاهلي مش عايز يمشي من النادي الاهلي عايز يبطل في النادي الاهلي عاوز يكمل في النادي الاهلي وفي نفس الوقت بيدور على الناحيه التقديريه بتاع الناحيه الماليه. فده حق اصيل ليه برضه ان هو يحاول ان هو يعني فتحي مش هيقدر يلعب كتير تاني يعني ممكن التجديد ده وممكن تجديد تاني يعني حسب ظروفه البدنيه والذهنيه اللي هيبقى متواجد عليها. فهو في حاله دلوقتي مطلوب يعني المدرب عاوزه. انت بتشوف ان دي اصعب وقت بالنسبه لاحمد فتحي فكره التجديد يا كابتن؟ ان خلاص انت بتتكلم في اخر مفروض تجديدين بالنسبه له فبالتالي تفكيره في مصلحته اهم. انا لو مكان فتحي واي لعيب من الاربعه لو هاخد بره 10 وهاخد في النادي الاهلي 6 هقعد في النادي الاهلي يعني دي وجهه نظري الشخصيه يعني لازم النادي الاهلي هيبقى له تضحيه يعني لازم هيبقى له الاولويه. انما طبعا كل واحد بيبقى له فكر مختلف وله رؤيه مختلفه وبيفكر بالناحيه اللي تفيده هو اكتر لان كل واحد فيهم يعني حاله يعني تقريبا متشابهه. طب كابتن عماره لو انت المسؤول التعاقدات في النادي الاهلي هتتعامل مع ملف فتحي ازاي ماديا؟ لو مسؤول تعاقدات في كل شيء طبعا اولا مسؤول التعاقدات مش هياخد اوردر ان هو مش هيقعد مع فتحي لما يكون واخد اوردر خلاص احنا عايزين اللعيب ده. ده رقم واحد طبعا. فبالتالي النهارده فتحي عنده حق في حاجه كابتن فاروق وانا يعني معيده فيها ان هو لما طلب منه ان هو يقعد مع لجنه التخطيط وامير توفيق ما كانتش الحروف او النقط محطوطه على الحروف يعني يعني هو هروح اقعد انا ووكيلي مثلا اللي هو نادر شوقي وهيقعدوا بقى يفصلوا ويسمعوا بخمسه لا بسته لا باثنين لا بثلاثه يعني القعده ما كانتش هتبقى هي الايه القعده النهائيه. فهو فضل ان هو يسمع انا بكلمك على معلومات عندي
يسمع ال وجهة نظر لجنه التخطيط ولجنه التعاقدات في النادي الاهلي، وبعد كده هو يتكلم او ياخد قرار. انما انا لو بتسالني انا كلجنه التعاقدات، طبعا اول حاجه هروح اقعد مع فتحي اشوفه فين، وانا اللي هروح اقعد معاه او احدد ميعاد معاه يجي النادي او نتقابل في اي مكان، زي ما حصل قبل كده مع فتحي قبل كده السنه التجديد الاخير، ما هو استاذ عبد الحفيظ راح له البيت. يعني مش عيب، ده اللعيب بتاعي واللعيب اللي انا محتاجه، وده لعيب بتاعي انا ادور عليه فين واروح له واقعد معاه ويبقى فيه كلام ويبقى فيه وجهات نظر مختلفه وهنبعد شويه وهنقرب شويه، وفي الاخر اللعيب هو اللي بيحدد يا كابتن فاروق. ما انا كرئيس لجنه التعاقدات لو بتكلمني انا، ما انا مش هقدر اجبرك كمحمد فاروق ان انا اقول لك لا والله خد 10 جنيه وانا عايز 40 ولا عايز 60. انت فاهمني؟ انما لو انت بتقول لي مثلا خد 30 جنيه وانا عايز 40 هقول لك ماشي. لو خد مثلا 30 وانا عايز 50، يعني هي 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 في الاول وفي الاخر احمد فتحي اللي لازم يحسم الموضوع يا كابتن، هو ادرى واحد بالموقف اللي هو فيه. يعني هل لك ان تتخيل ان خلاص مثلا اداره التسويق ومفروض كابتن سيد حفيظ هو اللي بيقعد، كابتن امير توفيق، كابتن سيد، ومعاه لجنه التخطيط كابتن محسن، كابتن زكريا ناصف، كابتن خالد بيبو بيقعدوا، لكن انا عندي علم ان كابتن سيد حفيظ بيبقى خارج فكره التفاوضات، فكره الماده، وده نتيجه ما حدث السنه اللي فاتت يا كابتن عماره لو تتذكر، ان فكره التعاقد مع عبد الله السعيد ومشكله عبد الله السعيد الناس جابت اللوم على كابتن سيد في ان هو، بس خلي بالك يا كابتن فاروق برضه اتكلم مع عبد الله في فلوس وقال له شوف مصلحتك، هو الراجل السنه دي ممكن يبقى موجود ولكن بعيد عن التفاوضات. فانت التفكير النهارده النجوم اللي موجوده في لجنه التخطيط مع امير هم المسؤولين عن التفاوض مع احمد، ما هو ده كله بيتصب عند كابتن محمود الخطيب وبياخد هو القرار مع كرئيس النادي ومجلس الاداره. يعني انت بتتكلم في ايه؟ يعني احمد فتحي لو طلب مليون، ما هو كابتن سيد عبد الحفيظ بيروح يقول للكابتن خطيب والله احمد فتحي طلب مليون جنيه في السنه. القرار بيبقى يعني هو سيد، ما هو سيد في الاخر بياخد رقم وبيوصله للكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره. يعني هو سيد مظلوم في القصه دي، بس ما هو سيد لازم يشتغل للنادي ويشتغل للمنصب اللي هو فيه كمدير كره، ان هو يقنع اللعيب او اللعيبه اللي بتجدد او اللعيبه اللي عقودها بتخلص، لازم يقنعهم ان هم يكملوا ده وده وده. انا لو مكانه اعمل كده. اقنع يا كابتن، اقنع يا كابتن عمار، هو في لعيب انت تقدر تقنعه دلوقتي غير بان انت لا، ما انا بقول لك حبك للنادي ومصلحتك. لا انا اقنعه انا بوجهه نظري، وفي الاخر هو اقتنع خلاص خير وبركه، بنجدد وبنقول بنوصل المعلومه لمجلس الاداره، والله انا وصلت مع احمد فتحي او سام او اي حد للوضع ده. اوكي نخلص، بياخد الاوردر من، ما هو بياخد قرار من، يعني بياخد راي مجلس الاداره هو اللي بيديله القرار يا كابتن فاروق.